خوتي مغاربة السلام عليكم. شوفوا على منظر رائع شواطئ مدينة أكادير، كانت تواجد في الفانسينك، وغادي شطريق الإمسوان. غادي نشوفوا شنو تغير في هذه المنطقة من بعد الفيديو الأخير اللي درت، هذه تقريبا واحد سنة. إمسوان المعروفة عالميا بالسيرف، ولكن شواطئ مدينة أكادير هانتوما كتشوفوا خلابة رائعة، نعمة من عند الله، واحد الجاذبية سياحية. حنا دابا في شهر ديسمبر، 26 ديسمبر، البلدان عندهم الثلج البرد وحنا الشميسة، الله يرحمنا حتى حنا بأمطار الخير. عرفتوا علاش داير هذا الفيديو؟ فين ما تزنا حنايا المواطنين شوفوا على فضيحة، شو الدنيا كي دايرة بالأزبال، عافاكم. واش هادشي مقبول؟ شوفوا لتحت كي داير، كل شيء الزبولات والقراعي، ما كاينش شي بلاصه دزنا فيها وخليناها مقاده. الكيلومتر 26 من بعد التغازوت، واحد الفلوكه من العشرات والعشرات ديال الفليك اللي كاينين في شواطئ أكادير، من أكادير حتى الإمسوان. ها الشاطئ، ها الفلوكه، شحال كاينه؟ واحد 100 مترو. وها انتوما شوفوا الشبك كيفاش كاين هنايا، واش كاين شي مسؤول في هذه المدينه ولا لا؟ شو الشبك فين كاين؟ وهادشي كله غير قانوني. الشبكه قداش هي؟ كان خرجوا على الثروه السمكيه ديال البلاد بدون حاسيب ولا رقيب. شوف حرام، والله الا حرام. منظر زوين، الجمال التمري، الشركات المتنقلة، تبارك الله تبارك الله. منظر أكثر من رائع من شاطئ تامري، عدد من السياح هنايا، أصحاب السيرف، موجة كاينة هاد الصباح زوينة. اليوم 26 ديسمبر، الشركات ديال السيرف كيوصلوا هاد الصباح. شوفوا تبارك الله شحال ديال لي سيرفور اللي كاينين في الشاطئ هاد الصباح، تبارك الله. ومازالين كيوصلوا السيارات ديالهم، شحال زوين. والحمد لله للسياحه منتعشه، للاسف البنيه التحتيه ما كايناش، ما موفرين لهم حتى حاجه في هاد الشاطئ، لا مراحل لا دوش لا ديفستير لا لي غولاكس لا حتى حاجه. وتقول ولكن الروعه، شوف منظر اكثر من رائع. غادي ندور الإمسوان، غادي نشوفوا اشنو التغيير اللي كان. اول ملاحظه هي الطريق، كتب لي جديده، كانت كلها مكرفصة ومضيقة، بعدا مصبوغة، لي باريير ديال السيكوريتي كاينين في الفيراج، منظر جميل ديال أركان، غير الله يرحمنا بشي شتا. انتما كتشوفوها واحد الحاجه جميله دارت هنايا، هاد البارير اللي داروا غليسير ديال السيكوريتي، كان طاحت واحد العائله باكملها
الله يرحمهم في هذا النهار، هذه تحسب للجماعة ولا التجهيز ولا شكون داروا مزيانة. مرحبا بكم في إمسوان، منظر أكثر من رائع. الموجة ما كايناش هنايا، داكشي علاش كلشي مشى لتامري. على الله غير هاد الفيلاج يبقى داير بحال هكا وما يكونوش الاطماع عاوتاني فيه باش يجيو الترياب باش يديروا هما مشاريعهم بما يسمى السياحيه اللي من بعد كتولي عقاريه كما طرف تغازوت. في الاول قال لك مشروع ايكولوجي سياحي ليد العامله وما عرف شنو، في الاخر ولا مشروع عقاري محض وداروا شي اوطيلات. المهم شوفوا الجمال ديال إمسوان. هنا واحد البرج ديال المراقبة كاين فيه وقيلة البحرية الملكية على قبل الحراقة ولا ترافيك ديال الحشيش ولا أي حاجة خارجة من هنايا. عندهم منظر على هاد المنطقة كاملة من هاد الفوق هنايا. صراحة كان المدخل ديال إمسوان كله مكرفص الطريق، مكرفصة، مجهود كبير دار الحمد لله. ولكن دابا غنزلو لإمسوان الفيلاج نشوفوه كي داير، وكنتمنى على الله يكون تحسن والأمور تقادات. بعد الطريق اللي غادا ليه رائعة، ومن ناحية الكليسير هادو اللي كتشوفو هنايا من داك الطراز العالي، طريق مسبوغة واسعة. ما بغيش نصور شي حاجة خايبة، غير غلط في الطريق وصافي. هنا كيلوحوا الأزبال وكيحرقوا الأزبال، هنا العوافي كتشعل والطبيعة كتاكل الدق. هنايا راه العافية باقا شاعلة في القنت، والبلاستيك اللي باش يتحلل كله كي ياخد تقريبا 500 عام. شوفوا مدخل إمسوان، وانا قلت راه ما نصورش شي حاجه خايبه، ولكن غير جابتها الظروف وصافي غير تلاقيتها. ملي كتدخلوا كتعطيكم الروائح كيبخروا الناس اللي واصلين لإمسوان، كيرحبوا بهم بالزبل وحرق الازبال. ولكن انا ما نصورش هادشي، ديروا بحال ما شفتوا والو معايا. اش هو هاد البلاستيك، اش هو هاد البلاستيك والدنيا والشجر دارقان. المهم ما شفنا والو ما شمينا والو، غنكملوا طريقنا الى إمسوان. شوفوا الروعه، تحيه لولاد إمسوان اللي عرفوا بهاد المنطقة الرائعة على المستوى العالمي. كل الشكر وكل التقدير لولاد إمسوان، لأن هما اللي داروا الخدمة كاملة باش عرفوا بهاد المنطقة ديالهم. وعدد من المستثمرين اللي جاوا أجانب ومغاربة واستثمروا هنايا، وهما اللي كيمشيو المحافل الدولية، هما اللي كاينين في الانترنت في مواقع التواصل الاجتماعي وكيجتهدوا باش يجيبوا السياح هنايا. وها إمسوان الروعة، عدد من الفنادق الجميلة، ويند هاوس، عرفتوا كاين شي فنادق الروعة هنايا. ملي كنتكلموا على فنادق ماشي خمس نجوم، ماشي داكشي كبير، ولكن اللي كيبغيو السياح واللي كيبغيو لي سيرفر. الكاميو ديال جمع النفايات جديد، ايوا كاين تقدم بعدا في إمسوان.
هذا المسجد اللي كتشوفوه كيتبنى هنايا هذه عنده واحد سنوات وسنوات هو هكا مخلي، لان كاين صراع كاين اختلالات، شي كيتكلم على تشفرت، كل واحد شنو كيقول. سيرفر وأحسن حاجة إيجابية بزاف بلادنا هو الأمن والأمان. شوف بخير وعلى خير، وهذا هو رأس مالنا عوتاني، هو الأمن الجدارية زوينة. هذا صياد وحده أزايز من ناحية البنية التحتية، مهم ما كاين والو، الدنيا مكرفصة، البركاسات الدراري كيريباريو البلونش ديال السيرف. الميناء التقليدي ديال إيمسوان، الفليك كلهم داخلين، واحد الجو زوين. انتما كتشوفوا معايا الصياده، واحد الفلوكة عاد واصله، وتحيه للصياده كاملين رجال البحر تبارك الله عليهم في إيمسوان ولا جهه سوس ماسة ولا المغرب كامل، الله يحفظكم. تعرفوا هاد القرية ديال الصيادة هنايا في إيمسوان الصيانة، وتقول ما تعاودوش واحد هادو اللي كتشوفوهم بحال الدريجات، هادو كيكونوا ديال البلاستيك غليظ باش كيكاليو الفليك وكيحميو الفلوكة من التحت من الضص إلا كان جرها التراكتور ولا شي حاجة. شوفوا كلهم مقلعين، عدد فيهم مقلعين، وهادشي خصو يتبدل، يكون كل عامين ولا كل ثلاث سنين على حساب الكيتشارجاج فيه وعلى حساب الفابريكون شنو قال. هادو اللي عاد وصلوا، ها هو التراكتور كي ستاسيونيهم. بارك الله عليكم. عشرين عندي 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 اصبر عليك. عيب.
كتعرفوا إيم سوان فيها العشرات الآلاف من السياح اللي كيدوزوا منها، ما كاينش كيشي اوتوماتيك واحد، يعني لا خصك الفلوس هزك الماء. كتعرفوا في إيم سوان الا وقعت لكم شي حاجه الله يحفظ، شي وعكه صحيه، كاين واحد المستوصف اللي ما فيه والو، بعيد بواحد 10 كيلومتر، وكنتكلموا على عشرات الآلاف من السياح من مختلف الجنسيات العالميه. كتعرفوا في إيم سوان الا وقعت لكم شي حاجه خاص لومبولونس ولا شي واحد يديكم لاكادير، يعني واحد ساعتين ديال الطريق. كتعرفوا إيم سوان سجلت بها 52 حاله ديال العضان ديال الكلاب، 3 ديال المواطنين ماتوا، منهم شي مواطن اجنبي عضو كلب هنا مشى لبلادو توفى. كتعرفوا إيم سوان كتشوفوا هاد الماء الساحر، هذا عامر تلوث، هذا عامر تلوث. عرفتوا علاش؟ لان الواد الحار كيطلقوه ديال إيم سوان كيطلقوه ديريكت للبحر، وراكم كتشوفوا الكشكوشه والتلوث ديالها. لي كورون جايين من الشمال للجنوب، يعني الحوض ديال إيم سوان وهذا الخنز كله كيمشي لإيم سوان وكيسرفيو فيه عشرات الآلاف من السياح. واش هادشي يعقل؟ هادي عام جيت لهنايا والواد الحار كيتلاح ديريكت في البحر، الواد الحار كيتلاح ديريكت في البحر عافاكم. هادي عام، يعني اوف وناري على ريحه، على ريحه، يعني 365 يوم 24 ساعه على 24. ها انتم، هذه هي إيم سوان العالميه. إيم سوان هادشي راه كله غنترجمو بالفرنسيه باش نحاول نضغط على المسؤولين، نضغط على المسيرين ديال هاد البلاد باش هادشي ما يتعاودش، هاد الكارثه البيئيه ما تعاودش. شوفوا التلوث بشكل يومي. شوف شوف في نزل صوبوا ليه الطريق، شوفوا هاد الشيء عافاكم، شعلة مصيبة بيئية، كارثة بيئية. الناس عندهم الشلال ديال المياه العذبة، إيم سوان عندهم الشلال ديال الواد الحار غادي للشاطئ. كتعرفوا رئيس الجماعة ديال إيم سوان برلماني سي طايع، برلماني بلاص ميت رافع على الجماعة اللي كيترأسها، وهو برلماني في نفس الوقت، والشيف ديالو هو رئيس الحكومة، لأن الطايع من حزب الأحرار. أنا شخصيا مربي وما كنعرفش نسب وما كنعرفش، واخا نكون مقلق ولكن نخليكم انتوما توصلوا رسالتكم لرئيس الجماعة. هذا برلماني يا حسرة، ناري على ريحة، أنا تقهرت وعافاكم. ها انتوما ها الخنز، وها فاش كيعوموا الناس، وها الخنز غادي للشاطئ، وهادشي كامل كما قلت لكم غادي للشاطئ إيم سوان. شو الكشكوشة، شو التلوث، الخنز راه مصيبة. تبارك الله على السيد رئيس الجماعة والبرلماني، إيم سوان العالمية فضيحة. والخنز فين خارج كيتجمع هنايا، ومني كيتجمع كيدوز هنا وكيمشي لهاد البلاصة هادي عاوتاني، ومن هنا للبحر. دابا قول لي واش ماشي مجرمين هادو؟ واش هاد الجماعة ما خصهمش الحساب، ما خصهمش المحاكمة؟ إيم سوان العالمية
معروفة بالسيرف، العالم كله كيدوي عليها. واش فراسكم واحد الحاجة؟ راه لهيه واحد السيد كيصوب في الموتور، عرفتوا شكون هذاك؟ ومني دخلت الإمسوان وسعادة فخامة سيادة المقدم وتابعني ما زقلنيش فين ما مشيت. هاو دابا راه كيدير راسو كيصوب الموتور، غير غندي ماري غير فوق الموتور. كنت في هاد البيست انا كنصور لتحت قريب حدا البحر، كيبان ليا غير راسو اللي خارج وكيطلع ليا وحاضي الشادة والفادة. تبارك الله على المقدمين والشيوخ، انا كنقولها ديما كنفتخر بهم، اعين الدولة في الدواوير في الجبال وفي اي حاجة زعما راه كنقولها. فين يبان الاف بي اي، فين يبان سيا موساد ولا اللي بغيتو، اقوى جهاز امن ولا استخباراتي هو المقدم والشيخ. هو خدام كيدير راسو كيصاوب الموتور، كيدير راسو غادي يتحرك، لان الا بقيت واقف هنا غادي يبقى يصاوب الموتور وغيضروا ظهرو. اللهم نزيد واحد الشيء باش يتحرك. دابا حيت جيتو اون فاس داكشي علاش كيدير راسو راه كيصاوب الموتور. درت راسي غادي نمشي لهيه، ها انا تلاقيت مع اون فاس. ها هو سعد قدم الموتور ديالو، مابقاش خاسر. صوروا معايا، وها هو دار دوميتور وجاي مع الشجره. هذاك الشيء ديال العمل الاستخباراتي الفيلاتور، خاص كاع الناس اللي غادي يخدموا في لا دي اس تي. وهذا نداء الحموشي، قضيه لي فيلاتور غادي تصيفطوهم يديروا لي ستاج كلشي. دوك الناس الجداد اللي دخلوا لا دي اس تي في لي فيلاتور وحتى لا دي جي اس ان، علاش لا، صيفطوهم عند المقدمين والشيوخ. انتم جاي اوكي فيلم، انا نرى لونتي عقيف غادي. دوماج ما نقدرش نوريكم الكاميرا اللورانيه، كيوقف وكيتخبى في الشجره. هانا ديماريت، ها هو ديمارا بالموتور. لا لا والله الا كيديروا خدمه رائعه هذوك الناس، للاسف محقورين والناس كيحقروا العمل ديالهم. راه ملي كيطرا شي مشكل لا الامن ولا الدرك كيمشيو عند المقدم الشيخ يسولوه. واحد العدد ديال لي زافير كلهم كيتحلوا بالاخبار اللي كتجي ولا المعلومه اللي كتجي من عند المقدم ولا الشيخ. واحد الريستوران زوين كونسيبت سير. ومصاوب زعما داك الشيء بازيك وسامبل والروعة. هذا مطعم والجليسة بالليل هنا كيكون عامر بالسياح. هانتوما شي حاجة سامبل وزوينة، وبحال هاد المطاعم الصغيورين عرفتو كاينين بزاف هنا في مسوان. غادي ندخل لي بوتيك ديال السيرف، سيرف شوب. السلام عليكم الدراري، بخير شي لاباس؟ اي شي دكا بصحتكم بصحتكم. واش عاد خرجتوا من الماء ولا دخلتوا الماء؟ ياك استعدادات ياك. اجي كاين شويه ديال لي كليون كاين. شكرا خويا الله يطول عمرك. كاين شويه ديك ليا ياك. اش من جنسيات كاينين بزاف؟ لي فرونسي بزاف، شويه صافي. دخلت لواحد السيرف شوب شريت هذا زوين وسخون. تشجيع الشباب كيديروا مجهود كبير في هذا لي سيرف شوب. وفي نفس الوقت التعريف بإمسوان، للاسف إمسوان خصها مسيرين، خصها استثمارات عموميه. وعرفتي الخبر اللي راجع انهم تاهم جايهم ترياب، كيقولوا ان جايين باش يريبوا هذا الشيء كامل. وإلا كانت هذه مسألة، هذه مصيبة اللي وقع عندنا في جهة سوس ماسة كاملة. حضور الدرك الملكي حتى هما
تشوفوهم. الاخرين وبعدا عندهم دوستر جديده ماشي بحال الكادي، تبارك الله عليهم. غير واحد القاديه كتعرفوا لابريغاد ديالهم كاينه في تامري 40 كيلومتر على إيمسوان. اي مشكل خاصهم يجيو من تامري، وهنايا اللي كاين عشرات الالاف من السياح من جميع الجنسيات. خاص واحد البوست ديال الدرك الملكي هنايا للامن ديال المنطقه، الكرفانات موجودين. اللي ما كنفهمش هو علاش ما كيدخلوش للكامبينغ، وكل شيء ديال الكامبينغ سوفاج، والكامبينغ سوفاج ممنوع في عدد من الدول. ايوا اوكي كري لي سكيت، هذه هي الروح ديال إيمسوان، السيرف، الجو الجميل. وتصوروا معايا لو الجماعه تعطي شي ارض ويديروا سكيت بارك هنايا وتنقى الدنيا، عطى الله المستثمرين وما غادي يصرفوا حتى ريال. عاوتاني الكرفانات، باركينغ سوفاج. جولة سيرفر غاديين الموجة. شوفوا واحد، أنا قلت لكم خاص شي سكيت بارك هنايا. واحد غروب الشمس شحال زوين، الصيادة وواحد المنظر رائع واحد اخر. هو ديال لي سيرفور هما كيدخلوا الماء في المغرب، لان الموجه عاد غتبدا تطلع. العشرات ديال لي سيرفور اللي في الماء والاخرين هما جايين. واش بلادنا ما زويناش؟ رائعة. خصنا غير مسؤولين، والو غير مسؤولين، ونكونوا واحد البلاد الروعة. عرفتوا الماء مقلاصي الشمس غربات، دوماج اللي ما كاينش، للاسف اللي ما كاينش لي بروجيكتور هنا كبار والناس يقدروا يسيرفيو بالليل. الو
دابا هدموا الفلوكه ولي سيرفور. كي غايدير يدرب ليهم حفاظا على السلامه ديال لي سيرفور لان جاوا في المدخل ديال الميناء. يوبي شوف شحال ديال لي سيرفور. غادي يعاود يدخل ولا يحاول يدخل غير المشكل. اوبلا الله يحفظ الله يحفظ. كاين الموجه 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 الله يحفظ. الحمد لله سليمة. عرفتوا في هاد لي سيرفور اللي ما عندوش كومبينيزون سخونه يعني 4-3 على الاقل 4-3 والتكنولوجيا الاخرى غادي يكز بالبرد. يعني الا كانت كومبينيزون عاديه 3-2 ولا شي حاجه غادي يكز بالبرد. المام كلاصي منظر اكثر من رائع. المؤهلات الكبيره ديال امسوان هذا حصل هنايا لان الماء ما كاينش كثير حرد. لي سيرفور نازلين من الفنادق هما نازلين بكثره وجايين الماء باش يسيرفيو في المغرب. كتعرفوا في امسوان كاين مشكل ديال النظافه. كاين مشكل ديال النظافه قداشنا هو الزبولات لي تيران فاك هادو اللي خاوي الاعشاب. ما عرفتش الجماعه واش حاضره ولا لا ما كنعرفش زعما شنو الدور ديالهم. عرفتوا شي بركاسات حشومه حشومه في البلايص ديال السيرف وخانزين مكرفسين والدبان ما عرفتش. وقالوا لي عندهم واحد القيد في امسوان وتامري عنده 26 عام تبارك الله عليه. المهم كيشكروه والناس كيشكروا حتى عناصر الدرك الملكي صراحه والله العظيم. قالوا لي القيد المقدم دواو لي على الدرك الملكي زعما دايرين خدمه رائعه. والسكان كلهم اللي دويت معاهم كيتشكاو من الجماعه كيقول لك ما عرفناش الجماعه شنو هو الدور ديالها فين كاينه شنو كدير. شو الدرك الملكي كيدوروا في هذه الوقيته دروبة كاملين حفاظا على الامن. وحتى الحضور ديالهم زوين كيبان كيطمئن كتحس بالراحة خصوصا الاجانب. هو امسوان حاضنها ولادها بعدا يعني ملي كيدخل البراني كتلقى ولادها حاضن ما كاينش المشاكل الحمد لله. ولكن حضور الدرك الملكي بحال هكا كيدورو في الدروبه وكيشوفو راه محترمي قانون السير غادي يدور السينيال. شوفو كتلقى لي توريس بوحدهم بنات غاديين كاينش اللي يدوي معاهم. وكما قلت قبيله راس مالنا الكبير في المغرب هو الامن. احنا واحد البلاد امن وهذا الشيء اللي كيفتقدوه عدد من الدول. هذه جوله في الليل في امسوان لي سيرف شوب. الناس عدد من السياح تبارك الله عليكم. كي داير الحركه مزيان ياك الله يصاوب. شوفوا معايا في مطرح النفايات
ديال إيمسوان، شوفوا شحال ديال الحلوف، تبارك الله تبارك الله، شوفوا شحال شوفوا شحال، وفرد هذا، شو قداش هذا تا هو، هيا هيا طلعوا مع الجبال بولادهم كلشي لهم. هادشي في إيمسوان جاو كياكلوا في الزبل. هادي 9 ديال الليل مطرح النفايات، ها هما الناس ديال الجماعه كيشعلوا العافيه وغادي يبخروا إيمسوان كامله والنواحي ديالها، ها ما عادش شاعلين العافيه. واش هادشي معقول يا السيد رئيس الجماعه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار؟ كتعرفوا الساكنه كيقول لك ما كنشوفوش رئيس الجماعه، ما عرفناش، ما كيجيش، ما كيدورش، ما كاينش. انا شوف هادو عاد كيشعلوا العافيه، هما عاد شاعلين العافيه، ها هما شاد المنطقه كامله والرياح غادا الإيمسوان الفيلاج وغيتبخر كامل هاد الليله هادي. تبارك الله تبارك الله على حفاظ على البيئه. والمغرب عاد شارك في الكوب ما عرفت شحال في دبي، وكاين الدار، والمغرب دار مداخلات. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، واحد اللوف هو. شو شحال ديال الحلوف، ايوا تبارك الله. مطرح النفايات عامر حلوف.